بيعاقب من سنة لخمس سنين يا فندم، هيبقى في بقى بالحبس من سنة لخمس سنين. لا مفيش وقف تنفيذ، ولكن لو حصل تصالح، اصل القتل الخطأ ده من الجرائم غير العمدية، يعني القصد الجنائي مش شرط لتحقق هذه الجريمة، انا مش قاصد اعمل لهذا الخطأ واقتله، فبالتالي يجوز فيها التصالح اللي هي شرعا بتسمى الدية. فلو تم التصالح اثناء المحاكمة بياخد انقضاء دعوى جنائية بالتصالح. طب لو اتحكم عليه بثلاث سنين وتم تنفيذ العقوبة وبعدين تم التصالح، بتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة. أشوفي بس علشان موضوع البراءة، أنا عندي روح ماتت وعندي طريق سريع، ايا كان بقى مين الجاني، واحد سواق نقل، واحد لاعب مشهور، ابن مشهور، وزير، ايا كان مين اللي سايق، انا عندي في روح ماتت لازم حقها تيجي. ده اللي احنا عايزين نوضحه بالظبط يا فندم، في حقوق لازم توفى، مفيش حاجه، اصل هي مش كده يعني، حتى لو وبعدين مفيش ظرف خارج عن ارادته، يعني مفيش عمود نور وقع فوق دماغه في العربية فاضطر انه ينحرف قليلا بالسيارة فراح خابط الراجل، لا ده واحد ماشي على طريق سريع وبيقول اتفاجئت بيه. التحقيقات بقى ولما تحريات المباحث توصل ويتم المعاينة ويشوفوا اثار الفرامل، هل هو داس فرامل في الوقت المناسب ولا لا، هي اللي هتحدد سرعته علشان نقدر نقول هو مخطئ ولا لا. لكن ما هي مش كده اصلا، هي في واحد مات حقه لازم يجي. وخليني اذكر لك بس ان بمناسبه الواقعه دي اللي هي برضو من قبلها في مطرب برضو بيحاكم النهارده على واقعه مشابهه برضو، وخليني اقول لك ان برضو من سنتين كان في حادثه شهيره في الشيخ زايد، في احد النواب نائبه فاضله تقدمت بمشروع قانون وقالت لازم يا جماعه تغليظ العقوبه في جرائم القتل الخطأ. سيادة المستشار رئيس مجلس النواب أحلها للجنة التشريعية وقالوا إيه، بدل ما تتعمل 6 شهور الحد الأدنى نخليها 2 سنين، وأضافوا إليها كمان سحب رخصة القيادة وكذا وكذا إلى آخره، في تشديد محمود جدا. للأسف طلع بعض آخر من النواب قال لك ده أمر غير منطقي لأنه ما كانش يقصد وكده، حتى الآن وبعد مرور 2 سنين ولم ينظر في مشروع القانون ده. احنا كل يوم عندنا حوادث على الطريق، يمكن انتوا كصحافة بتهتموا لو الجاني مشهور، لكن انا عندي سواقين ميكروباص، عندي سواقين نقل، عندي ناس لسه بتشرب مخدرات، عندي ناس عادية ماشية بيبقوا تحت تأثير المخدرات. طيب فين الرقابة؟ فين الرقابة؟ مش انا كسرت السرعة اخد كذا، لا لازم يبقى في تجديد في العقاب بموجب النصوص القانونية، ويكون هناك رقابة على تنفيذ القانون.